عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك خلال تقريره اليومي في الأمل بأن تساعد الأمم المتحدة في التوصل لحل سياسي في أفغانستان بهدف إحلال السلام. كل ما نريد تأكيده هو عملنا في أن يعمل المجتمع الدولي على التوحد من أجل العمل على معاونة أفغانستان في الوصول إلى حلول سياسية من شأنها إحلال السلام في هذه الدولة، وهذا بالطبع سيكون في وجود الدعم والمجهودات اللذان تقدمهما بعثة الأمم المتحدة هناك. وواقع الأمر أن تركيزنا منصب على إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية في أفغانستان ومساعدة الشعب الأفغاني الذي عانى كثيرا على مدار عقود طويلة.